يعمل إيفروسي ابن كانتون نوشاتيل منذ 10 أعوام كربان طائرة لدى شركة الخطوط الجوية السويس، لكن قبل ذلك عمل قائد طائرة مقاتلة في القوات الجوية السويسرية لمدة 15 عاماً، وفي رصيده من التحليق على متن طائرات ميراج لوحدها 1000 ساعة. روسي يبلغ ذروة السعادة عندما يحلق في الأعالي، يهوى القفز المظلي والتحليق بجناح الدلتا والتزحلق في الفضاء سكاي سيرف. راوده لسنوات طويلة حلم التحليق كالطيور، وأصبح حلمه حقيقة منذ 8 سنوات. يتحول إيفروسي إلى رجل طائر بارتدائه بذلة سائقي سباق فورمولا 1 غير القابل للاشتعال، وتزوده ب3 مظلات وخوذة ترسل إشارات صوتية إذا ما نزل إلى مستوى منخفض جداً. وتنتهي عملية التحول بتثبيت جناح من ألياف الكربون بعرض 3 أمتار مزود ب4 مفاعلات صغيرة. عليك التحلي بدقة بالغة لدى الخروج من الطائرة. إنها ليست اللحظة الممتعة، لكن عندما أخرج وأبدأ بالتحليق فإنني أشعر بسعادة خالصة وكأنه حلم. ينتابني الإحساس بأنني محمول بهذا الجناح وبأنني حر تماماً بفضل حركات جسمي. أذهب في أي اتجاه أتطلع إليه، أقوس ظهري وأصعد إلى العلا، أميل إلى الأمام لأنزل، أحرك كتفي قليلاً لأحول الاتجاه. بمجرد النظر في الاتجاه الذي تبغيه تبدأ في التحرك بفضل الرأس فقط. إنه شيء بديهي تماماً ومذهل. الجناح الذي صمم وأنجز وسقل من قبل روسي بنفسه بمساعدة أصدقائه شهد تطورات كبيرة مقارنة مع بدايته، فهو كان في الأصل جناحاً قابلاً للنفخ. روسي قام بعد بحوالي 200 رحلة تمت 50 منها باستخدام المحركات، لكن المغامرة لم تكن دائماً هادئة، فهو يقر بنفسه أنه كان على مسافة قريبة جداً من الموت زهاء 20 مرة خلال تجاربه. في عام 2004 دخل كتاب الأرقام القياسية بعد أن أصبح أول رجل يحلق بجناح نفاث، وفي سبتمبر 2008 تصدر عناوين الصحافة الدولية بعدما عبر بمفرده بحر المانش بجناح نفاث بعد 99 عاماً من إنجاز الفرنسي لوي بلاغيو الذي كان أول من عبر المانش بمفرده. وبمتوسط سرعة 200 كيلومتر في الساعة عبر روسي 35 كيلومتراً في أقل من 10 دقائق بمعدات من صنعه، واستقبل عند النزول بحماسة كبيرة. ومنذ ذلك الإنجاز يعمل روسي على مشروع جديد، جناح أصغر وأبسط لكن أكثر قوة ليتيح له التحليق عمودياً والقيام بحركة بهلوانية. ويعتزم روسي عرض جناحه الجديد في جراند كانيون بكولورادو في نهاية شهر سبتمبر القادم. توجد في الوادي الكبير منحدرات عمودية يتجاوز علوها 1000 متر، وبالتالي سيمكنني تقديم ما أقوم به دون تعرض نفسي للخطر. سأتواجد على بعد 200 متر من المشاهدين. أرغب أيضاً في التحليق في أماكن أخرى بالولايات المتحدة مثل سان فرانسيسكو، لكنني أريد أن أبدأ بالوادي الكبير. حافزي هو الذهاب إلى حيث تأخذني أفكاري. عندما تخطر فكرة على بالي مثلاً، أتساءل إن كان من الممكن تحقيقها. أحب فكرة القيام بشيء استثنائي والذهاب إلى أقصى حد ممكن. أحب التميز واختبار الحدود الشخصية والتقنية. أحب أن أجعل الناس تحلم. إنها أجمل مكافأة لي.